دائما نطلب منه التوفيق والسداد والنجاح. احييكم تحية صباحية وتحية رياضية من هنا من قلب الحدث من عاصمة الميادين بميدان الوثبة والشوط الحادي عشر للجعدان المحليات بالمسافة من 8 كيلومترات. تمنياتي للجميع بالتوفيق والانطلاقات الجميلة في هذا اليوم الجميل، في يوم الإبداع، في يوم الكبار والانطلاقات الممتازة. إذن الجعدان المحليات ما زالت متواصلة، وهدير الزمول هو من ينطلق في هذه الاندفاعات الممتازة. أسير مع أول المنطلقين وأول المندفعين هنا مياس سعيدة بن سالم بن علي الشيخ هو من يتواجد على انطلاقة هذه الانطلاقة، لكن الوصول والتحركات هنا من مياس أحمد بن عبيد بن العرطي الحميري هو اللي يتصدر على انطلاقة هذا الشوط ويقود المسيرة قيادة تامة وقيادة حكيمة في هذا الاندفاع الجميل. ما شاء الله يا هذه الابداعات الممتازة. أسير مع ثالث المراكز، ومن ور من ياتينا على ثالث المراكز عبيد أو عيدة بن عبد الله بن عيد المنصوري هو من يدفع بمنور في هذه الانطلاقة. الدور دور المركز الرابع والتحركات الجميلة. هناك معنا من الذيب سيب بن سعيد بن الخريباني النعيمي، خلك ذيب يا راعي ذيب مع هذه الانطلاقات الجميلة. المركز الخامس يأتينا هنا شاهين وخليفة بن سالم بورويس الكتبي من يأتينا على خامس المراكز. الدور دور المركز السادس الوصول من حشيم سعيدة بن حمد بن مبارك المهيري يأتينا مع حشيم في هذه الانطلاقة الممتازة. المركز السابع يأتينا معجب محمد بن مسعد بن خالد المنصوري هو اللي يأتينا ابن مساعد بن خالد المنصوري. المركز الثامن يأتينا هنا صوغان الصقر بن عوض بن فلك الكتب بن فلاك الكتبي من يأتينا على ثامن المراكز. تاسع المراكز هنا معنا تاسع المراكز هنا أيضا من يأتينا هنا صوغان محمد بن علي بن وديمة العامري ما شاء الله. عاشر المراكز يأتينا هنا أيضا معجب محمد بن مساعد بن خالد المنصوري من يأتينا على عاشر المراكز. ما شاء الله المسيرة تسير والانطلاقات متواصلة مع فحول المستقبل وهدير الزمول مع هذه الانطلاقة الجميلة. 8 كيلومترات هي المسار، هي الانطلاق، هي أيضا الاندفاع الجميل في هذا اليوم الممتاز. 5 كيلومترات هي أيضا اللائحة اللي طافت علينا في هذه اللحظات. إذن المسيرة مع انطلاقة هنا مياس وسلالة مياس متواجدة في هذا الأحداث الجميلة وفي هذه الإبداعات الممتازة. أحمد بن عبيد بن العرطي الحميري هو اللي يأتينا على صدارة هذه الانطلاقة، يندفع أيضا اندفاع جميلة واندفاع أيضا ممتازة في هذه الانطلاقة. لكن الشعارات والله اللي متواجدة منها الخوف، شعارات سجلت أيضا بأحرف من ذهب في هذا المجال، في هذا العالم، عالم الأصالة والتراث. نهنا أيضا مع ثاني المراكز يأتينا مياس سعيدة بن سالم بن علي الشيخ من يأتينا على ثاني المراكز. ثالث المراكز الوصول من منور ومنور منور 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 في هذه الانطلاقة، عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري هو اللي يأتينا على ثالث المراكز. ما شاء الله إذن الثلاث اللي بهنزان اللقاء هن من يقود المسيرة، من يقود ويحتل صدارة هذه الانطلاقة. المركز الرابع هنا الذيب وسيفة بن سعيد بن الخريباني النعيمي هو اللي يأتينا على رابع المراكز. ما شاء الله خامس المراكز الوصول من شاهين وخليفة بن سالم برويس الاكتبي من يأتينا مع السلالة الشاهينية وينطلق أيضا مع الاندفاع الشاهينية. ما شاء الله الدور دور المركز الخامس. المركز السادس حشيم سعيدة
بن حمد بن مبارك المهيري هو اللي ياتينا مع سادس المراكز، سابع المراكز، سابع المراكز. الوصول هنا ايضا معنا مسوغان محمد بن علي بن وديمة العامري، انقضت نص المسافة والاربع كيلومترات انقضت. نفتح صفحة جديدة مع اربع الكيلومترات القادمة والمنطلقة مع هذه الزمول، ما شاء الله يا هذا. ايضا الاندفاعات الممتازة، شاهين من ياتينا على سابع المراكز، سعيدة بن نابت بن خيلة العامري ما شاء الله. هذا ايضا الشعار الجميل الذي دائما ما يتوج بالانتصار والناموس. الدور دور المركز الثامن وصل صوغان صقر بن عوض بن فلاك الاكتبي هو اللي ياتينا على ثامن المراكز. تاسع المراكز وصل مشكور علي بسالة بن مبارك المنصوري ما شاء الله. اما عاشر المراكز وصل هنا معنا شهيد راشد بن محمد بن راشد المنصوري ما شاء الله. بدا الجميع بالتحرك، بدت الانطلاقات متواصله في هذا الاندفاع الجميل من هنا من عاصمه الميادين. يا جمال النقطه من هذا الميدان العريق ما شاء الله. اذا المسيره تسير والانطلاقات ما زالت متواصله في هذا المحفل التراثي الكبير. نسير مع أول المنطلقين وأول المندفعين، هذا اللي ما زال ماسك الصدارة ويقود المسيرة قيادة تامة وقيادة حكيمة. إذن هنا مياس وسلالة مياس وابن العرطي الحميري ما زال متواجد في هذه الانطلاقة. أحمد بن عبيد بن العرطي الحميري ما شاء الله. وصل هنا برويس الاكتبي مع السلالة الشاهينية خليفة بن سالم. برويس الاكتبي هو من يندفع ويأتينا على ثاني المراكز، ينطلق الانطلاق هنا هنا هنا. أيضا الكل يطمح بالناموس، الكل أيضا يطمح بالانتصار. المركز الثالث هنا أيضا معنا منور عبيدة بن عبد الله بن عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري ما شاء الله على رابع المراكز. الدور دور المركز الخامس، مركز الخامس ياتينا هنا الذيب سعيد سيف بن سعيد بن الخريباني النعيمي هو من يتواجد على هذه الانطلاقه. المركز السادس وصل هنا معنا صوغان محمد بن علي بن وديمه العامري من ياتينا على سادس المراكز. سابع المراكز ياتينا هنا الذيب وسيف بن سعيد بن الخريباني النعيمي. المركز الثامن وصل حشيم سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. اما تاسع المراكز وصل هنا ايضا معنا مشكور علي بن سالم بن مبارك المنصوري. اما عاشر المراكز هنا ايضا معنا وصل شاهين راشد بن محمد بن راشد المنصوري ما شاء الله. اذا العشر المراكز الاولى المتقدمه والمندفعه هناك نحو الانتصار، هناك نحو الناموس، هناك نحو تحقيق النقطة الممتازة في هذا الاندفاع الجميل ما شاء الله. أسير مع الانطلاقة، هذا اللي ما زال يحتل ويقود المسيرة، العصا أيضا في الأبطان وما حركناه في هذه الانطلاقة الجميلة. المركز الأول مياس يا مياس يا مياس. الاثنين كيلومتر في الاندفاع في الانتصار في القوة مع مياس أحمد بن عبيد بن العرطي الحميري. لكن الجميع وصل، الشعارات قادمة، الشعارات متواصلة في هذا الشوط في هذا الاندفاع. وصل برويس الاكتبي مع السلالة الشاهينية خليفة بن سالم. برويس الاكتبي هو من ياتينا على ثاني المراكز. المركز الثالث وخوفاتي من هذا المنطلق من هذا المندفع هنا ياتينا مياس سعيد بن سالم بن علي الشيخ من ياتينا على ثالث المراكز ما شاء الله. رابع المراكز الوصول هنا ايضا معنا من منور عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري من ياتينا على رابع المراكز. كيلو ونصف الكيلو هو المتبقي، هو من يفصلنا عن الانتصار عن الناموس عن القوة في هذا الاندفاع الممتاز. المركز السادس وصل هنا ايضا معنا صوغان، وصل بن وديمة محمد بن علي بن وديمة العامري واليتينة على خامس المراكز. سادس المراكز التحركات هناك من وبران راشد بن علي بن ويسر المنصوري ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظة ما شاء الله. سابع المراكز الوصول من شاهين راشد بن محمد بن راشد المنصوري. أما ثامن المراكز وصل هنا أيضا معنا مشكور علي بسالة بن مبارك المنصوري.
الدوري ما شاء الله عاشر المراكز عاشر المراكز. وصل هنا أيضا معنا شاهد سعيدة بن نابت بن خيله العامري ما شاء الله. أسير مباشرة مع الانتصار، أسير مباشرة مع القوة مع القوة. يسهلون يا هذا الاندفاع الجميل، يا هذا الانطلاق الجميلة، يا هذا أيضا الانطلاق الممتاز اللي قدم مياس. مشكور يا بن العرطي على هذا الاندفاع الجميل. أحمد بن عبيد بن العرطي الحميري هو اللي ينطلق هو اللي يندفع مع الانتصار مع القوة. الله 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 الله، شوفوا القادم، شوفوا المندفع، شوفوا هذا اللي وصل، هذا اللي قادم. ما يبنى لطاري إلا هذه اللحظات. وصل وبران، وصل وبران. راشد بن علي بن نويسر المنصوري، وصل المنصوري. يوسلوم الخمسمية متر الأخيرة والاندفاعات الممتازة. لكن مياس، مياس معك يا بن العرطي ما شاء الله. 400 متر أخيرة متبقية من تفصلنا عن الناموس على الانتصار. ومياس يا مياس يا مياس، اشكرك اشكرك يا احمد يا ابن عبيد يا ابن العرطي يا الحميري على هذه الانطلاقه الجميله. المركز الثاني وصل وبران راشد بن علي بن يوسف المنصوري. لك سلام وتحيه واحترام لك يا ابن العرطي يا الحميري على هذا. إلى أهالي العين، سلاماتنا إلى أهالي العين، مشكور على هذا الانطلاق الجميل. هنا أيضا المركز الأول مياس أحمد بن عبيد بالعرطي الحميري، ثاني المراكز وصول هنا من وبران راشد بن علي بن يوسر المنصوري. المركز الثالث وصل شاهين راشد بن محمد بن راشد المنصوري ما شاء الله. يا هذا الاندفاع الجميل ويا هذا الانطلاق الجميل. المركز الرابع مياس سعيد بن سالم بن علي بن الشيخ هو القادم على المركز الرابع. المركز الخامس كان من نصيب شاهين خليفة بن سالم بن رويس. اكتبي إذا تهانينا والناموس على هذا الاندفاع الجميل اللي قدمها شاهين من بداية الانطلاق وواصل المسير إلى نهاية الانطلاق. التوقيت الزمني 13 دقيقة 12 ثانية 5 ثواني جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمياس أحمد بن عبيد بن العرطي الحميري على هذه الانطلاقات الجميلة. المركز الثاني كان من نصيب وبران علي راشد بن علي بن يوسف المنصوري. التوقيت الزمني 13 دقيقة 14 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس راشد بن علي بن يوسف المنصوري. أما المركز الثالث أيضا كان شاهين راشد بن محمد بن راشد المنصوري. التوقيت الزمني 13 دقيقة 17 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذه الانطلاقات الجميلة وهذه الاندفاعات الممتازة. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام عشاق هذه الرياضة، نتواصل والتواصل مستمر في هذه الانطلاقة. نتواصل مع الشوط الثاني عشر.